مرحبا بك. موعد جديد في المحقق مع سين جيم. انت تسال وانا نجاوب. اسئله اللي جات المره هذه على قضيه اثارت الكثير منكم، القضيه نتاع سجود. قبل ما نجيو للتفاصيل، الاسئله نتاعكم والاجوبه نتاعي، ما تنساش تشترك معنا كالعاده في قناه المحقق على اليوتيوب. مرحبا بك. إذن القضية اللي أثارت عدد كبير من التعليق، القضية متاع سجود، حني حني خليني نروح، الجملة اللي قالتها طفلة صغيرة المسكينة هذه للمعتدي عليها. إذن حكايتنا لليوم ترجع بنا الرمضان 2015 وتنطلق في القصرين، نهار 14 جويلية. نهارتها في عائلة في وسط القصرين قاعدة تحضر في روحها باش تشري أحوايج العيد لبنتها. العائلة اللي الحقيقة عندها بنية وحيدة، سجود، عمرها 7 سنين تقريبا، تعيش ما بينات أمها حياة وبوها صديق، واللي هما الاثنين الحقيقة فرحين بها بالقدا. وكل ليلة 27 تقريبا أمها حياة تهزها تاخذ لها حوايج العيد، والسنة نفس العملية. قرابة 5:15 باش تجي حياة تبعث بنتها للكوش، هذيك اللي يقضي منها كل يوم في الخبز، ومتعودة سجود أنها تمشي تقضي الخبز تقريبا كل يوم. تهز تليفون وتكلم رجلها، تكلم الصديق وتقوله صديق جريلي راني ما لقيتش سجود. هكا الراجل يخلي آلي في ديه ويروح على عين المكان باش يخلط يفركس على بنته. صديق باش يلقى سجود، باش يلقاها في تركينة من تراكن هالدار، باش يمشي يجري، باش يمشي لها يجري، باش يهزها بشوفها، وهو كله أمل أنها تظهر دايخة ولا فاقدة للوعي ولا 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 مدموغة ولا مصابة، أما حية. لكن على أول ما باش يهزها في ديه باش يشوف اللي هي جثة. سجود بنت 7 سنين متعرضة إلى ضربات بالسكينة أو سكاكن، ثلاثة أنواع بين سكاكن وموس و... أجزاء من البدن ولا اللحم تاعها مفماش. سايبها تروح، يعترف أنها كانت معاه، أما هو عمره ما عمل فيها اللي صار فيها هذا. رواية مش باش يصدقها حد، خاصة كي باش يحلوا الكتاب على المنشي. المحكمة وحلت شوية، تقرير الطبي يقول انه غير مسؤول. محكمة الاستئناف باش تقلب الموازين. وبناء عليه في 20 جانفي 2020 محكمة الاستئناف بالقصرين باش تقرر الاعدام في حق منشي. منجي اللي نجم يكون صحيح مريض، لكن الظروف اللي صارت فيها هذه الجريمة تخلي وأنه المرض متاعه مش بالضرورة يكون الحجة ولا التعلة اللي تخليه يفلت من العقاب، أفلت سابقا من العقاب، ولا يمكن أن يتواصل هذا الإفلات في ظل عدم إيجاد حل للوضعية متاعه. سجود إذن أثارت الكثير من التعاطف من وقتها وحتى طوى، وقت اللي عودنا عرضنا هذه القضية، وأغلبية المدخلين يجمعوا على أنه الصغار ما يلزمناش نخليوهم وحدهم، وأنه من مسؤولية الأم والبو والأقارب أنه كي يبدأ عندك صغير رد بالك تخليه وحده ولا تبعثه يقضي وحده ولا يمشي لبلاصة وحده، على خاطر الأمور ما عادش آمنة. نسمعوا التعليق. نور إلينور علقت، أي صغير مهما كان المفروض ما يخرجش للشارع من غير والديه، الله يرحمها في هالموتة الشنيعة ويصبر أهلها. ليفي يسرى علقت، في وقتنا توا صغار ما لازمهمش يخرجوا وحدهم للشارع، كان باش يشري ولا باش يلعب، رانا ما عادش يقبل
وكما عشنا وإحنا نلعبوا في الشارع وحد ما يكلمنا، رانا في وقت وزمان خايب وعبيدها أخيب، حاجتي بقضية ما نبعثش بنتي ولا ولدي، نمشي أنا بيدي، وكان باش يبقى وحدهم في الدار نهزهم معايا في يدي، ولا نبعثهم وهما صغار وما يعرفوش. لازم حكم الإعدام يتنفذ. إيمان مجدي علقت 7 سنين، ما زلت صغيرة برشا، أنا بنتي 7 سنين والتوى لو وصلت خليتهم وحدهم دقيقة وحدهم في الشارع، الله يرحمها ويستر صغيراتنا. جيم خميس يكتب ما عادش تبعثوا ولادكم وحدهم لحتى بلاصة، جبت صغير تحمل مسؤوليتك، امشي أقضي وحدك، ما نجمتش تخرج أعجن ترفع الجين وأرميه في الفور، ما عندكش طماطم دورها زعرة، قد بلي عندك وما تبعثش صغيرك. عربية عمدوني كتبت بالنسبة ليا ممنوع الواحد يغفل على صغيره، مش دقيقة ثانية لي، الوضع في تونس غير طبيعي بصراحة، الفساد كثر والأشخاص البالغين واللي بيخافوا على رواحهم. هذا فيما يتعلق بمسؤولية الأباء والأقارب، وأنا نتفق معكم وقلناها ديجا في الحلقة أن راو من الضروري أنك ديما ترد بالك، راو في الكثير من الجرائم كما قلنا بضعة ثواني تقلب حياة عائلات، فما بالك ساعات بدقائق، وما بالك ساعات كي تبعث صغير لبلاصة اللي نجم يلقى فيها شكون من أصحاب القلوب المريضة. هذا في جزء الأول من التعليق. جزء آخر من التعليق جاء على موضوع المرض النفسي وكيفاش نتعاملوا مع أصحاب المرض النفسي. البداية باش تكون بدورساف اللي تقول صحيح ينجم يكون الواحد مريض، ولكن أولاً مش معناتها مريض نسيبوه في الطبيعة ونقولوا له باراكول الحرابش متاعك، وثانيا هل يمكن أنه يكون مريض وما يعرفش فاش قاعد يعمل ولكن في نفس الوقت يتذكر مليح تفاصيل الجريمة متاعه؟ هذا تعليق دورساف، وكيف كيف بقية التعليق المتعلقة بمسؤولية المريض نسمه. درساف حسني كتبت صحيح هو خطط الوصول للجريمة باستعمال مرضه، هو يمكن يكون مريض صحيح نفسيا أما مرضه ماهوش مرض متطور برشا باش يوصل يعمل هكا، وطالما هو يتذكر طالما هو ماهوش مريض عقليا هو في مخه لباس وحالته ماهيش حالة متاع واحد فقد الإدراك، لذلك يستاهل الحكم. وبالنسبة للأولياء لهنا انتبهوا على صغاركم، سواء أولاد ولا بنات ما يلزمهمش يبعثوهم لحتى بلاصة حتى كيف يبدأ الحانوت قدام باب دارهم، لازم واحد من الأولياء هو اللي يمشي. مسكينة سجود ربي يرحمها، أعيد وأكرر هذا درس للأولياء باش يتوخوا حذرهم وينتبهوا على أولادهم. سمية حرزلة علقت لازم يعملوا وحدات طبية سجنية للمجرمين المصابين بهذا النوع من الأمراض، يوقعوا جوبي طبي في السجن مش يسيبهولنا في الطبيعة، ومن بعد يجي يقولك ما شربش دواه، ربي يرحمها وينعمها. وأتفق مع القراءة الجديدة، هو بطل دواه ليجد لنفسه تعالى لارتكاب الجريمة أولا، ثانيا باش يسهلها على روحه وقت ارتكاب الجريمة، خاصة أنه اللي صار بعد الاغتصاب حاجة مرعبة جدا ولازمها قلب صحيح ومخ مغيب. المنجي جات ونزعت الاغتصاب والقتل فتعمد أنه ما يشربش دواه. نونو علقت المفروض من أول مرة يحاسبوه ويبقى في سبيتاه للأمراض العقلية، ما يخرجش من غادي لأنه يمثل خطر على المجتمع، مش يسيبوه ويقولوا له خذ دويك في الوقت هذا، ما يلزمكش تبعث صغيرك لأي بلاصة، ما عادش تعطي ثقة في أي حد سواء من الجيران أو العائلة، لازم الأم ديما تكون عينيها محلولة. وبخلاف المسؤولية متاع الدولة اللي أنا نتفق معها تماما وأتفق تماما مع هذه الفكرة، علاش لا ما نعملوش وحدات طبية؟ المفروض هي موجودة وحدات طبية، وحدات ما نحبش نقول طبية سجنية خاطرها هي المفروض وحدات طبية، ولكن يتم فيها إيواء وجوبي لهالمرضى هذوما ولا يمكن لهم المغادرة إلا وهما يخضعوا للمتابعة الطبية. هذا نظريا هو اللي مفروض يصير حتى توا نظريا، ولكن مش هذا اللي صاير. علاش؟ لأنه ما عندناش أماكن في المستشفيات المختصة بالأمراض النفسية. خدمنا احنا على الموضوع أكثر من مرة في الحقائق الأربع وورينا بالمكشوف يعني وبالأعداد أنه فما ناس اليوم موجودة في السجون وقت اللي هي من المفروض تكون موجودة في الإيواء الوجوبي في السبيطارات. علاش؟ خاطر ما فماش بلايس في السبيطارات، بالتالي عنا ناس مرضى ولكنهم موجودين في الحبوسات
واحنا نعرفوا اللي هما مرضى، لانه تخشى انك تسيبوا البرة يقوم بجرائم من شيرة ما عالجتوش، ومن شيرة تتصور انه نجم يكون هذا الحل لتفادي الجرائم. الحقيقة موضوع كبير وضروري أن نهتم به، ولكن يعجبني في التعليق متاعكم زاد أنه ما نخليوش كان المسؤولية عند الدولة، يلزمها تعمل سبيطارات وتقوي هذوما، ويلزمها ما تخرش المرضى، ويلزمها كذا. لكن فما زاد مسؤولية عند الأهل متاع المريض، وفي قضية الحال قضية سجود أهله اللي يعرفوه، يعرفوه تصرفاته، يعرفوه كما يخش دواش ويصير له، يدور عادي ويحكي مع الناس عادي ومع الصغار عادي، وغير ذلك من التطورات اللي خلت أنه عدد من التعليق متاعكم يقول فما مسؤولية لأهل المريض العصبي، وفما مسؤولية للجيران. زاد كيف كيف نسمعوا هذه التعليق. فتيحة الصيد كتبت: لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم، الله يرحمها ويصبر أمها وبوها. أما إنا نقول حتى عائلة المنجي عندها دور، وكانت تعرف بالمرض نتاعو. لازم تراقبوا قبل كل شيء، وتراقب تصرفاته الكل. أما الكلهم استهانوا بهذا المرض النفسي، وكانت هذه الواقعة. أمل دبيش كتبت: أول غلطة من أمها كي بعثتها وحدها باش تعيش حياتها في إحساس بالذنب، ربي يقويها. أما نستغرب في جارهم اللي شافها مع الشخص هذا وما عمل شيء، كان ينجم يكون سبب في إنقاذها. يزينا من السلبية خاصة كي يتعلق الأمر بالأطفال، شفت صغير مع شخص من المفروض ما يكونش معاه تصرف وما تبقاش تتفرج. هذه جملة ملاحظاتكم إذن على قضية سجود. شكرا للجميع على تفاعلكم. باش نختموا سينجيم بالنسبة لليوم، باش نمشي للمقترحات متاعكم. مقترحاتكم وأسامي القضايا اللي تحبون أن تعرضوا لها قيدناها، ومع المقترحات نشكركم زادة كثيرا على الشكر متاعكم تاع العديدين منكم، ونحييكم جميعا وين ما كنتوا تتفرجوا فينا، خاصة وخيانا الجزائريين الكثيرين على القناة. نشوفوا التعليق اللي جات فيها ملاحظاتكم. خميس دغي معلق: عشق التاريخ ومفتش الأرشيف، نحب نوعية هذه من المحقق. دلندا محجوب كتبت: سلمسي حمزة، عندي اقتراح فيما يخص الجرائم العالمية، تعملنا حلقة على جريمة وقعت في بوسطن. ألبرت دي سالفو، صفيح بوسطن. عبير بلتي كتبت: ديما متألق بامتياز يا حمزة، شنو رايك تخصص حصص وإلى منوعة جديدة تحكي على القصص التونسية التراثية القديمة، وإلى تتناول التاريخ التونسي مثلا على عهد البيات. شكرا لكم جميعا مرة أخرى على التعليق متاعكم، على المقترحات متاعكم. إن شاء الله المحتوى اللي قاعدين نقدمه لكم فيه ينال رضاكم. نسنى بقية تعليقكم بصفة متواصلة ومستمرة، الأسئلة، التعليق وغير ذلك مما ترونه صالح باش توصلوا هنا من معطيات. نلقاكم في حلقات جديدة من المحقق، وحلقات جديدة من سين جيم. إلى اللقاء.